السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم أستاذنا. وإياكم تفضل. من أجل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فنريد منكم أستاذنا أن تعلمنا ثلاثة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تتعلق بأسمائه الحسنى. أولا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة. هذا الذي أذكره ثابتا في هذا الباب والله أعلم. طب حديث إن الله وتر يحب الوتر، هو نفسه هذا تتمته يعني. نعم. طب حديث أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، في سنده أبو سلمة وهو رجل مجهول ولذلك لم أذكرك به. اسم الله الجواد ورد في حديث، لكن هل هو ثابت؟ لا يثبت. أحسن الله عليكم أستاذ.